Moi, je suis un entrepreneur, un investisseur, un créateur de richesse. أنا تخلق ثروة. ثم ناس تخلق الثروة يجيو رجال الأعمال، ثم ناس تسرق الثروة يسموهم رجال الأعمال. دونك ثم فرق بين من يسرق الثروة وبين من يخلق الثروة، وهم كلهم رجال أعمال. دونك اللي يخلق الثروة خاطر يخلقها هو والزوالي، واللي يسرقها يسرقها من كوانها من الزوالي ومن غيره. لأنه السياسي مش عارف دوره قد ممكن الاقتصادي اللي كان معطلته السياسة ومعطلينه المسؤولين السياسيين والمعتمد والوالي والبوليس والحرس والإدارة والحاكم، هذا كلهم آليات تعطيل. أنا اليوم نرى بكل صدق الإدارة بكلها في كل مجالات هي تعطل مصالح المواطن، مش قاعدة تساهم. أنا نقول مثلا جاك شيراك ولا رؤساء الكبار كي نتفرجوا على الترزة ويجيو في بعثات يمشيو، معناها يهزوا وفود ويمشيو لافريقيا، يمشيو يهزوا رجال اعمال معاهم، معاهم وزراء، هما يعملوا السياسة ورجال الاعمال يحلوا البيبان، يعملوا الاستثمار، اللي يبيع كهرباء يبيع، ولا يعمل مصنع يبيع، ولا يشري زيت يبيع. دونك هذه هي الدور، معناها كان في الظاهر هي ثم بروتوكول وثم سياسة، لكن معاه هو ثم جنود تخدم في الاقتصاد. الدور السياسي هو خلق الثورة، هو هزان المستثمر يحلوا يديه، خلي يربح، خاطر كي يربح المستثمر يعمل مصنع مش يخدم 1000 رقبة، مش باش يخدم فيه واحد 1000 رقبة باش يخدم، ولا 100 واحد، فهمتي، ولا 200 واحد. دونك الدور السياسي كنت نرى فيه غلط، لأنه يقول الدور السياسي لازم يكون عنده دور اقتصادي أكثر منه سياسي. خاطر شنو الهدف نتاعنا؟ الهدف نتاعنا نشدوا الكراسي ونحكموا في الناس ونضربوهم بالعصا وما تعملش وما تديرش، مش هذا. الهدف نتاعنا هو حلال آفاق للناس، تمشي تخدم أرواح. على الأقل إذا كان ما تنجمش تعطيه قطعة أرض ولا ما تنجمش تعطيه حاجة باش يخدم فيها، على الأقل أعطيه الأمل باش يعمل. نعتبر مهدي جمعة جاي من مقاطعة مؤسساتي. سيت أن أونتربرونور. وإحنا اليوم تونس حاجتها بأن أونتربرونور. حاجتها بمقاوم. يمشي يشتغل. مش ينبر ويخطب. يمشي يخطب. يحل الشوانت يمشي يخطب. دونك هو جاي كان رئيس مؤسسة، معناها إي فيان دون جيستيون دي زونتربريز. إلي جيستيونير دي زونتربريز. واستراتيج. ينجم يكون معناها أن استراتيج، لكن حاجتنا اليوم بناس تمشي للشانتي. ما حاجتناش احنا بجستيونير في البيرو نهار كل شد الاوراق والستيلوات. حاجتنا بمهندس كي جا ريزين اي برودوي.